عجبني باش نحك في الفرماج. الكاس دري عجبنا الكاس، قالك بغى الكاس. هو تسنى عاد انا نوريك، انا نعطيك الكاس. جبت معايا الباريزيان، جبت معايا العنب، جبت معايا الليمون. خرجوا بحال هكا الجردة وناكلوا. يا عبد الرزاق راه يجيب ياسين ويدخلوا للدار. اخوتي بالنسبه كما قلت لكم قبيله، بالنسبه للسوسه والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم، الا تلاقات بيا الجاره ديالها قالت لي راني مجاوره انا وياها 6 سنين، قالت لي يا اختي جورتها خايبه الشيطان كحل، قالت لي راني شفتها حتى دخلت عندكم الدار عاد عرفتها راها جا راها هي اللي السوسه اللي كتهضري عليها. قالت هي قلت لطيفه 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 جميله، مع من ساكنه ومع من عايشه. قلت لها بصح بقيت كنتصنت لها بحال هكا، قلت لها شنو كيفاش؟ قالت لي اختي بزاف ما تقول، قالت لي السلام ما تقول، صباح الخير ما تقول، مسا الخير. وقالت لي ودير تشيطين، قالت لي ما تبغي تهضر معاك، تبغي تخشي تصبحها في عينيك، تهضر بالجد الصوت ديالها، قالت لي تبغي ديرو بحال الراجل، تبغي قالت لي تحكم عليك، تبغي قالت لي تفرض عليك الراي ديالها. وحاجه اخرى قالت لي ديما البوليس ساكن عندها في الدار، ديما البوليس ساكن عندها في الدار هي وتريكتها، ديما قالت لي مقاجده هي وتريكتها. وي 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 قالت لي البوليس يجي، وي 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 قالت لي مده 6 سنين حنايا كنشوفوا البوليس كيجي عندها هي وتريكتها. ما نعاودش لكم الديطاي تاع الديطاي ولكن انتم فهمتوا. قالت لي يجي عندها الرف رف رف بوليس جاي، رف 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 بوليس جاي، رف رف بوليس جاي. قالت لي هي اسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من ذاك بنادم. قالت لي انت هي عايشه معاه، راني كنعرفها كنعرفها. قالت لي بالمزيان بالمزيان بالمزيان. قالت لي واحد المره قلت لها شوفي ما تدخليش سوق راسك وجلسي في بلاصتك، غتبقاي ديري لنا ديك الحماق ديالك، سيري للسبيطار الا كنتي مريضه بالحماق، سيري للسبيطار سيري سيري الداوي. قالت لي هذيك الله اختي، قالت لي ما عرفتش انا كيفاش خدامه وكيفاش شادينها في الخدمه، كيفاش خدامه وشادينها في الخدمه، راه قالت لي راه خطر على المجتمع. هذيك قالت لي خاصها هما الناس يحطوها في واحد البلاصه يشدوا عليها، وقالت لي وسكتوها، قالت لي كتأذي بزاف. قالت لي انتوما، وانا نقول لها اش كاينه اش كاينه اش كاين. قالت لي باسك هادشي كله، قالت لي اللي قلتيه انا معاك فيه ما كذبتيش فيه. قالت لي الجرام، قالت لي انا معاشره معاه معاشره معاه، قالت لي عارفه شنو كتسوي ما كتسوي. قالت لي انت بصله خايبه، قالت لي الشيطان، قالت لي على وجهها بزاف، قالت لي كتأذي بزاف، تأذي قالت لي بزاف. هي قالت لي البوليس خدام عندها في الدار، هي تريكتها مقا، قالت لي عندي تسوق. قلت لها الله يستر، الله يحفظني منها، الله يعطيها شي كارثه ومصيبة. كاينين شي وحدين في التعاليق، انتي ديرها هاد السوسه ديرها غير باش تجيب البوز، هاد السوسه درتيها عار باش كت راه غير شخصيه خياليه. هادو اللي كيقولوا بانها شخصيه خياليه ما متبعينيش من الاول، يلاه جايين داخلين عندي وكيتفرجوا فيا جداد، يعني ما عارفينش اشنو واقع، يعني ما تفرجيش الفيديوهات الاول، ما سامعينش انه اشنو واقع، اشنو دارت لي، شنو فعلت لي، شنو تركت لي. هاد السيده نيت قلت لها بلا راها وقفت لي في الوراق، مشات لي البوليس وريكلامات بيا بانني جايه غير هنايا على قبل باش نبروفيتي في راجلي وباش ندير فيه. والناس اللي قالت لي ديرها دير كثر. قالت لي النصيحه اللي نعطيك بنتي اختي، قالت لي هي بعدي شدتي قارك، راه قالت لي ما توصليهاش في الشر ديالها. والناس اللي كيبقاو يسولوا وكيقولوا بان علاش انتي كتهضري وراجلك مانو ساكت، راجلي راه ما تيهضرش معاها، راجلي راه قاطع معاها الصيله وقاطع معاها الهضره وقاطع معاها جميع الحوايج. اللي غادي يوصلك المحكم ويجيب لك القاضي ويجيب لك المحامي ويوقف لك في رزقك ويوقف لك في مرتك ويوقف لك في ولادك، اش تهضر معاه؟ راجلي اصلا راجلي كامل كيهضر كيفرق على ملي تيخرج على برا، ملي تيخرج على برا تيتلاقى مع صحابو وتتلاقى معانا، تيهضر تا هو تيقول اشنو دارت لي وشنو فعلت لي، كيبقى يقول لهم اشنو دارت لي وشنو فعلت لي وشنو تركت لي، راها شيطانه. راجلي انا اش غادي كتقولي علاش كتبقاي تهضري راجل؟ انا اقسم بالله كون كنت كنعرف فيها الغرام ديال الرحمه، وكون كنت عارفه راجلي غادي يتقلق، وكون كنت عارفه راجلي باقي زعما عنده المحنه معاها،
كون ما نهدرش كنقول الراعي على قبل راجلي، وكان راجلي راه اداته، راجلي راه اداته اكثر مني، راجلي راه حطمته اكثر مني، راجلي راه مرضته اكثر مني، راجلي راه ما كرهش. الا كانت هي كتسكن في الارض كوكب الارض، هو يمشي يسكن في كوكب المريخ. اقسم بالله راجلي ما كرهش. الا كانت هي كتسكن في كوكب الارض ما كرهش هو يتحول كوكب المريخ، ولكن ما عنده فين يمشي، وهي تابعة دابا راه تابعانا على السكنة اللي حنا ساكنين فيها. حق سيدي ربي، اقسم بالله العلي العظيم، تابعانا دابا على السكنة اللي ساكنين فيها. قالت لك حقا بغينا نبيع الدار وانتوما باش نشتتكم باش تغرق لكم الشقق باش ما تلقاو باش تبيعوا باش تشريوا باش تضربكم الزبانيه وتضربكم تشتوا على اللي كيقلب لك على التشتات. غتهضر معاه اي قلب لك التشتات غادي تسكت؟ راه انا علاش كنهضر؟ كنخوي كنفرغ كنفش، راه كرهتني في الحياه، راه الله يحفظكم الله يحفظكم من شي واحد يتبعكم في حياتكم، الله يحفظكم اخوتي اخواتاتي من شي حد يتبعكم ويديركم في راسو ويتبعكم في حياتكم، راه كارثه. راه الناس اللي كيقولوا هذيك النهار هضرت معاهم قالت لا علاش راه ساده على كل شيء، النعناع السكر واتاي وهذه واه ساده عليه حيت انتيا باش ما تيا ما تجيش تاكلي وتشربي، ورا ساده على هذوك الناس اللي عايشين تما، تصوروا سد عليهم حتى نجي انا عاد نحل لكم عاد تاكلوا، حتى نجي انا عاد نعمر لكم ادي باش تشربوا، حتى نجي انا عاد نعطيكم السكر ما تشربوا. فهمتوا كيفاش؟ اما انا عندي كوزينتي، عندي داري، عندي حوايجي، عندي كل شيء ديالي، كنخرج كناكل كنشرب. الناس اللي عايشين تما سد عليهم تجي هي عاد تحل لهم. أنا ما كنتش من أنا أمي ملي كنعاود لها هادشي كتقول لي سكتي ما تعاودش لي هادشي، هادشي راه سميتو نقاصة، حتى لهاد الدرجة قالت لي بنادم عيش عاودي. إي كنسمعو عليكم قالت لي نتوما ناس خارج ناس برا عندكم فلوس واكلين شاربين ما عندكم، قلت لها الفلوس كاينة حتى هي هاد السوس راه برزقها بفلوسها وخدامة وبفلوسها صحيحة. الجوع في القلب، الجوع في القلب، الجوع في القلب ماشي في الجيوب، الجيوب كل واحد عنده رزقو. في المغرب راه كنا نعيشو عابي 30 الف ريال 40 الف ريال، كنا ناكلو ونشربو ونذوقو الجيران وناكلو عند الجيران، وشي ياكل عند شي وشي ياكل يعطي شي وشي يتعرض عند شي، وهادو راه عندهم فلوس، الفلوس راه عاد شتت، ولكن هنا كاين الجوع في القلب. علاش تغدى تصبح ناكل ويمينا نمشي للدار؟ انا كون ما كانش عندي نساء هنا اختي هنا معايا ساكنه، كون ما كانش معايا هنا كنت فرقعت، كنت طلقت مع هذا الرجل وهربت، والله تنهرب نهرب للمغرب. كون ما كانش نزا معايا هنا هاد ستريس يقضي عليا ويمرضني ونهرب نهرب نهرب حمقى للمغرب. او تابعك في كل شيء، بدي دير الوراق تشيلك البوليس، بوليس ولدي. قالت لراجلي ما تخليهاش تولد، ما تخليهاش تولد، راه غتولد ودير الوراق ودير الوتاد وغتهرب. يلا الله يستر الله يستر، وما نكثرش عليكم اخواتي في راه هادشي. انا اقسم لكم يمينا، اقسم لكم يمينا الى هاد الكلام ما فيهش غرام تاع الكذب، وما نحلفش انا وما نقسمش هكا. هادشي كنعاني منه انا،
هذاك الشيء علاش كنفضفض شويه معاكم، واللي غادي يدخل بالكومونتيرات يقول شي حاجه راه ديك الدابه راه ديك الدابه، عرفوا راه نتوما ما فيكمش المحنه وما فيكمش الرحمه، وغير بغيتو تقولوا الكلام على والو باش تجرحوا بنادم. اما انا هذا الشيء راه كنعانيه مده 12 عام اكثر من 2012 ملي تزوجت بالراجل ديالي، وانا كنعاني منه لحد الان ما ساليتش منه. كاين اللي غايقول لك هربوا علاش ما مشيتوش من تما سيروا من تما، عبد الرزاق ما باش يسمح في دمه، باش يسمح في دمه ما تقدروا تسمحوا في الوالده ديالكم وتزيدوا، ما يمكنش ما يمكنش مهما كانت الظروف، هتسمحي في امك وتزيدي ما تسمحيش فيها. والله يحفظكم اخوتي، السلام عليكم. غنبقى جالسه هنا ناكل شويه ونزيد. المنظر زوين هنايا، سامية مسكينة ناعسة. الله يحفظكم، السلام عليكم اخوتي. غني يا سيد. يا اتاتيتا اتاتيتا تا ايبالي ايوا عشانا اليوم البنات ان شاء الله. يلا سير تريحي، سير سير. اليوم عشان اخوتي العشريه الشعريه العشريه عشان اليوم ان شاء الله الشعريه، عشان اليوم ان شاء الله الشعريه. انتما كي كتجي تبارك الله بقره رديتها، ها هي سرك الطيب درتها سيدي في خيده تاع الدجاج كيما شتو بينت على العظم باش يدخل داك لاصوص في داك العطريه يدخل في الدجاج، يعني قطعتهم وشديت على البصله وخا حرقتهم بعدا في البصله هي الاولى، ومن بعد وشويه ديال الزيت، ومن بعد درت شويه ديال الماء وزدت عليها واحد شويه باش دير العطريه، حداش العطريه اللي درت عليها الزيت كتحرق شويه، درت عليها سكنجبير خرقوم عود البزار والزعفران شعره، ودرت عليها زعفران شعره، ودرت عليها معلقه ديال السمن و سميتو القزبر، القزبر قطعته وخليتهم تا دوك الحيمه تاع الدجاج حتى تشربوا ديك العطريه مزيان مزيان. وديك الساعه درت عليهم المطيشه، حكي جوج مطيشات، ولا ديري المطيشه اللي كتكون كتشرا تعرفوا هنايا في السوبر ماركت كيكونوا دوك المطيشات الجاهزين، انا درت عاد ديك الجاهزه ها هي، ولا حكي جوج مطيشات، والبصله حكيتها حتى هي المره الاولى حكيت البصله وصافي، وخليتهم يطيبوا في داك لاصوص، زدت عليهم الماء طيب خليتهم حتى طابوا، درت المطيشه ودرت عليها الماء وصافي، ورويت وخليت الدجاج حتى طاب وصافي، وزدت الماء طيب وهاني زدت الشعريه سيرك طيب في ديك المريقه. يا سلام سلم العشان ان شاء الله غيكون غزال. من بعد ما جيت من البارك طيبت هاد العشيه الزوينه ان شاء الله، تعشوا بها ياسين كيعجبوا الحريره، وكل نهار المرقه المرقه المرقه. عبد الرزاق باقي يلاه صاب لينا، صاب لينا الكريب، عبد الرزاق صاب لينا الكريب، هانتوما عبد الرزاق صاب لينا الكريب، جينا درنا به واحد بره تاع اتاي، انا درت اتاي هو دار القهوه مع هاد السكر، كنا نديرو فيها السكر البنير انتوما عارفينه ها هو. يلا راه معنا غسلتهم، هاد البراد باقي فيه اتاي، داك البريق باقي فيه القهوه. عبد الرزاق باش جا لينا الباريزيان جاب الخبز لحسب ياسين غدا يمشي للمدرسه وصافي، هادشي ما كان. القهوه ديالنا عندها باقا الميده ديالنا محطوطه، غسلت على الكيسان وداكشي، وها نتوما معنا صافي. دابا نوجد الشعريه خلاص طيب، دابا طيب مزيان، وهاني معاكم نقص على البوطه دابا حداش كت هاد الجهه ديال كنت قلت لكم ديك النهار راه غادي نطرف شويه من هاد الكوزينه، هذيك بلاصه حيدت منها الخش خليت غير القصريه تما،
هذيك بلا صحيت ما نتلقاش درت فوق منها هذيك اللي في ميكا كحله جميله، وهذه الضربه ديالي، وان شاء الله باقي 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 ان شاء الله غادي نصوفي نشري ان شاء الله ماريا، ولكن حتى حيقل من عندنا المعلم، المعلم يبدا عندنا هاد اليامات. وهاني معكم الحباب، دابا غادي نحك فيها هاد الفرماج، ها هو نحكو فيها، اللي ما عندوش بلاش، اللي ما كاينش عنده الفرماج بلاش، انا عجبني باش نحك فيها الفرماج. دري عجب لنا الكاس، قال لك بغى الكاس، هو تسنى عاد انا نوريك انا نعطيك الكاس. بغات كطيب، ولكن خصني نزيدها شويه الماء، انا اصلا كثرت باش كتعجبني انا هاد كتجي خطيره وزوينه. دابا غادي نحك هذاك الكاس او لا فرماج، الفرماج حيتاش حنا يقولي الكاس الكاس اخويتي الكاس، يا اخويتي اللي ما عندوش الكاس بلاش، واللي عنده الكاس يديرو، والكاس راه مخطط قنت الفرماج مخطط بلاد، نقدو باش مكان مهم اللي عندك قديبيه، اللي عندك قديبيه. حتى انا راه كنت جالسه حتى قلت اش غادي ندير العشاء، وهي الدور اللي في الطانطون وانا نقوم نديرها، عطا الله الخير ما ديري. المراه الحادقه والمراه المغربيه راه تبارك الله قاده بقدودها وقاده بوليداتها وقاده بشغلها. غير شاركت معاك اخوتي عشيوتي الحبيبه ديالي، الله يخليك ليا والله ينورك والله يخليك وليداتك ويخليك معز عليك، راتي قاده ومقدوده وتعرفي رانا نستافد منك، واش يستافد من شي، والحمد لله. وهاني معكم الحباب، ودابا الحباب ها هي طابت، ها انتوما وزيدي فتا بحال بغيتي تزيدي فيها عواشق ديال هذيك سميتها الماطيشه تاع الحك ديريها على حسب، شوفي الذوق ديالك انت شنو، شوفي الحموضه بزاف ولا لا، كتجي هكا زوينه كتجي حمراء. ما درتش فيها انايا هذيك حيت انا عندي ديك الماطيشه ديال القرعه، صافي كفاتني جات زوينه ما حامضاش بزاف، هي هذيك معها شويه ديال الدجاج، ما كثرش الدجاج بزاف غير واحد شويه، عرفوا حنا كل نهار اللحم كل نهار الدجاج كل نهار السوسيس كل نهار كل واحد خيره في داره. هكا غادي دابا نعيط لعبد الرزاق ونصبها ونهبط منها شويه العكوستي، وهاني معكم الحباب، وبسلامه عليكم، بسلامه عليكم الحباب.